وننتقل إلى ملفنا الثاني وآخر التطورات في المشهد السوداني، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان اليوم وفاة متظاهر برصاص قوات الأمن، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 63 منذ 25 من أكتوبر الماضي. ودعت ما يسمى اللجان الثورية في السودان إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الاثنين تحت عنوان مليونية 10 من يناير، والتي تأتي وسط تباين في مواقف القوى السودانية من المبادرة الأممية التي لم تتضح ملامحها بعد. وقد قمعت السلطات الأمنية السودانية أمس الأحد متظاهرين بعد خروجهم في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري والمطالبة بنقل السلطة للمدنيين. وتعمل السلطات على إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية للقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشكل دائم عندما تعلن مظاهرات. الشرطة اليوم أعلنت القبض على 86 شخصا، وأشارت في بيانها أنها تعاملت مع حالات سمتها بالمنفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية. أرحب بالمحلل السياسي السوداني دكتور علي محجوب، وكذلك بالكاتب والصحفي السوداني أيمن بدوي. أهلا بكم ضيفي العزيزين. دكتور علي محجوب، إذا بدأت بهذه المبادرة الأممية، يعني المبعوث الأممي إلى السودان قال بأنها ليست مبادرة وليست مسودة وإنما ورقة، يعني ما الفرق بين هذه المسميات؟ هو طرح إطار عام للحوار، هل يبدو ذلك مقبولا؟ أولا شكرا للاستضافة، وتحية لك ولمشاهدينك الكرام، والمجد والخلود لشهدائنا الذين فقدوا أرواحهم في دفاع عن الديمقراطية. أنا أعتقد أنه المبادرة كما أوضح فوكر المبعوث الأممي بأنها ليست مبادرة، وهو طرح أنه هنالك محاولات لتسيير أو تسهيل لقاءات ممكن أن تجمع المدنيين مع بعضهم للاتفاق حول صيغة محددة تحل الأزمة الراهنة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أعتقد أنه حاول بقدر الإمكان أن يصاحب أنه ليس لديه مبادرة، وإنما لديه إجراءات لتسهيل الاتفاق. طيب، هل الأمم المتحدة برأيك قادرة على هذه الإجراءات؟ يعني المبعوث الأمين العام قال بأن الأمم المتحدة ستعمل على تسهيل المرحلة الراهنة، ودعا المشاركين لتحديد أولوياتهم للتوصل إلى التوافق على بعض النقاط. هل هو قادر فعلا على أن يجمعهم؟ أنا أعتقد أنها هي محاولة، ولكن من الصعب، لأنه في الأول لم تكن بنودها واضحة، أو الطريق الذي يودون القيام به، أو طريقة تسهيل اللقاءات التي متوقع أن تتم، لأنه هنالك إشكالية كبيرة جدا في اللقاءات الثلاثة التي ترفعها أليان المقاومة والمهنيين والقوى الحية عموما حسب البيانات التي صدرت، أن ليس هنالك أي لقاء سوف يتم مع الجيش. وهو ذكر في المؤتمر الصحفي أنهم لم يذكروا أنهم سوف يجمعون الليان المقاومة مع الجيش أو أي جهة أخرى مع الجيش، ولكن يدعون إلى لقاءات تتم بين القوى المدنية للتوافق حول صيغة محددة لكيفية يعني استمرار أو كيفية التوفيق بالفترة الانتقالية التي تقود إلى ديمقراطية كاملة. أستاذ أيمن بدوي، سأعود لك دكتور محجوب. أستاذ أيمن بدوي، هل تعتقد بأن دور الأمم المتحدة الآن لتعجيل الحوار في السودان ودعوة الأطراف يمكن أن يكون مؤثرا؟ تحية لك
تحية لك وتحية الأستاذ علي في الطرف الآخر. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة أو السيد بولتنر يعمل جاهدا على فهم أولا فهم نقاط الخلافات أو الرؤية التي يمكن أن تقرر في حل الأزمة السودانية. أنا أعتقد أن الشارع السوداني لديه رأي، والآن رأيه سيصل بوضوح جدا جدا للأمم المتحدة، للمجتمع الدولي، للسيد فولكر، حيصل هذا المحتوى والرغبات والتطلعات التي يجدها شارع السودان الآن. لذلك أنا أعتقد أن الدعوة لانتهاء كذا مسميات مبادرة أم مسودة أم طرق للم الشمل، أعتقد أن الحل هو باين والحل واضح، الحل في الشارع السوداني، الشارع الذي أنا أعتقد عنده لديه متطلبات محدودة لحل هذه الأزمة، وهو صاحب الرأي والرأي ولكن هذا الشارع غير منظم، البعض يتهم بعض القوى التي تريد أن تنصب نفسها وصية على الشارع يتهمها بأنها تقصي بعض القوى السياسية وتشترط في أي حوار أن لا تكون بعض القوى السياسية موجودة فيه. يا عزيزي الآن لا يوجد إقصاء، الآن يوجد معسكران، المعسكران معسكر الأول معسكر مؤيد وموالي للإنقلاب، والمعسكر الآخر رافض ويزعى جاهدا لإزالة هذا الإنقلاب. القوى السياسية ذات نفسها، أنا لا أقول أن الإنقلاب الحالي أو الوضع الحالي يخص العسكريين فقط، لا، يخص بعض المدنيين وبعض القوى السياسية التي تماهت وذهبت إلى الضفة الأخرى. لذلك فإن المعسكر الذي يدعو للقوى السياسية التي ترفض هذا الوضع وترفض هذه الإجراءات منذ 25 من أكتوبر هي خطها مع خط الشارع السوداني، والشارع يعلم القوة التي تقف بجانبه والقوة التي تقف ضده مع الوجود الآخر. لذلك أنا أعتقد أن الشارع قام كلمته، عندما يقول الشارع لا تفاوض لا شراكة لا مدارة، لا يقصد بهذه النقاط اللي هي معادلة صفرية أو تعجيزية، لا بالعكس. أنا أعتقد إذا طرحت المبادرة في شكل المؤسسة العسكرية بدون القائد الحالي للجيش الفريق البرهان يمكن قد تجد قبول وقد تجد دراسة، ولكن أي معادلة يكون طرفها المكون العسكري الحالي الذي يمثل اللجنة الأمنية بن بشير سابقا سيرفض. لماذا سيرفض؟ لا يرفض لأنه لم يخطئ مرة واحدة، ولا النقاش الآن في الشارع السوداني غير منحصر في الإطار ل 25 أكتوبر. لذلك أنا أقول لك أن تبعات الحاج الحاصل التبعات هي تراكمات. تلك التراكمات بدأت من الثاني من رمضان أيام الاحتفال باسم القيادة العامة، ثم تبعها الإجراءات ضد الاحتفال ذات نفسه، ثم الآن إجراءات 25 أكتوبر. كل هذه الأحداث كانت بسبب رئيسي للمكون العسكري الحالي. لذلك هو أخذ ثلاث صور من الشارع السوداني من القوى السياسية في كل مرة يغطي التنازلات لكي تستمر الفترة الانتقالية لكي تخرج الأزمة، لكن أن تمنع شخص حسب رأي الشارع السوداني هو بيتكلم عنه لا فرصة رابعة، لأن الذي حدث سيتكرر أيضا. طيب ابقى معي سيد بدوي. دكتور محجوب، إلى أي مدى ترى بأن الشارع السوداني قادر على إحداث اختراق؟ هذه المظاهرات التي يتم الدعوة لها بشكل شبه يومي وبشكل شبه أسبوعي على إطار أو تحت مسمى مليونيات، حتى الآن لم تحدث اختراق، فكيف يمكن أن نتوقع أنها ستحدث أي تغيير في الأيام والأسابيع المقبلة؟ طيب أنا أولا أصحح، أنا ما ليس من حملة الدكتورة. بالنسبة للقوى الحية والمظاهرات ورجال المقاومة، من يقول بأنها غير منظمة وغير لها قيادة هذا كلام غير صحيح، هم قوى منظمة ولها قيادة، وكما أعلنوا اليوم بأنهم لهم قيادتهم، ولكن لا يبدون الإفصاح عنهم نتيجة للقضايا الأمنية والاحتغالات وكذا. القضايا الثانية، المبادرة أو ما يتم الآن أو ما هو مقترح من الأمم المتحدة صعب التحقيق لأشكاليات كثيرة جدا. أول شيء الدول الأربعة التي وافقت على أو تدعم الاتفاقية أو تدعم المحاولة التي سوف يتم حولها ليس هنالك ثقة في التعامل معها، خاصة تاريخها في الفترة السابقة كان سلبي جدا، خاصة المحور الإمارات والسعودية ومصر.
فهؤلاء ليس هم أهل الثقة بالنسبة للشعب السوداني، وخاصة بالنسبة لجهاز المقاومة لدعمهم للمعسكر المناوي للديمقراطية والداعي للشمولية. ولكن هناك من يرى بأن هؤلاء هم الذين أطاحوا بالبشير، هم الذين كانوا بداية ذلك التغيير لهذه المسيرة التي تقول بأنها من منجزات المظاهرات. أيوة، هم منجزات المظاهرات، أقصد لك المحور الجانب الآخر، وهم الآن سوف يسقطون النظام لأنهم أكثر تنظيماً، وهم أسف في اللمسات الأخيرة لإعداد لميثاق كامل يجمع كل القوى التي تدعو لإضغاط الانقلاب. إضغاط الانقلاب هو المحور الأساسي الذي سوف يقود للحل بشكل كامل. الخلافات التي تتم حتى في إطار القوى المدنية كما أوضح ضيفك أنها هي بين معسكرين، المعسكر الداعي للديمقراطية والمعسكر الشمولي الذي يدعم الدكتاتورية. الموقف الآن كما أشار أيضا الممثل بتاع الأمم المتحدة أنه يسعى إلى اتفاق مع المؤسسة العسكرية اللي هي القوات المسلحة وليس مع الأفراد، وهذا مؤشر إيجابي، وأنه لن يدعم القوة التي تمثل هذا الجانب في المجلس السيادي أو في الشراكة السابقة. هناك قضية أخرى يجب التحدث عنها، ليس هنالك أي مسوق للرجوع إلى الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق حولها، لأنها هي دي جزء من القضايا الأساسية التي قادت إلى هذا الانقلاب، ولأن هنالك مداخل كثيرة جدا هم يطرحوها. طيب إذا ما هي الصيغة المقبولة أستاذ علي محجوب؟ لا يمكن البدء من جديد كل هذه المنجزات خلال العامين، يتم رميها في سلة المهملات. ولكن هذا ما تم في الفترة السابقة، هنالك لابد من تحدث مراجعات، لأن ما تم في الفترة السابقة لم يقدم أو يؤخر، بل أعاد النظام السابق كما هو، واحتفظ في الفترة السابقة بنفس القوة الأساسية التي كانت تمثل النظام السابق في القوة الأمنية، سواء كان في الجيش أو في الأمن أو في الشرطة، بالإضافة لأنه التلك الذي تم كان قصدا بأنه لم تعود حتى القضايا العدلية في حال التعيينات التي كان مفترض أن تتم، وهذه جزء من السلبيات التي أثرت حتى في التحول الديمقراطي أو في إحداث تأسيس لفترة انتقالية تقود إلى ديمقراطية كاملة. فهذه جزء من القضايا الأساسية، ليس الرجوع إلى صفر، ولكن إحداث تغييرات وإحداث نقد مباشر لكل السلبيات التي تمت في الفترة السابقة حتى من الأحزاب، حتى من قوى الحرية والتغيير. اسمح لي أن أسأل السيد أيمن بدوي ختاما، هل تعتقد بأن هناك أي فرصة للتوافق والحل بين مختلف الأطراف الآن في ظل الوضع الحالي؟ الحل الآن وحسب القراءات للشارع السوداني، لأن هؤلاء المتظاهرون المحتجون الذين يخرجون الثوار لديهم رأي واحد، الرأي الأول والأخير في السودان يعتمد الآن على إبعاد ممثلي المؤسسة العسكرية في المكون العسكري داخل مجلس السيادة، السيد عبد الفتاح برهان والآخرين الخمسة الآخرين، لذلك أي حل لا يبعد هؤلاء لا أتباع لا هو أن يثير إلى الناحية الحل السلمي أو الحل في أسرع وقت ممكن. هؤلاء المسؤولون عقبة كبيرة جدا أمام أي اتفاق، لأن الشارع يرفض ذلك. لا لا لا، الشارع شكرا شكرا لك أيمن بدوي الكاتب والصحفي السوداني، كما أشكر الأستاذ علي محجوب الكاتب والمحلل السياسي السوداني. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.